بعد هاي الأحداث اللي صارت معك، أنت كنتي طفلة، لكن من دخلتي للمدرسة وشفتي هذا وضعيتك، كنتي تتوقعين إنه راح توصلين ما توصلين؟ كان أكو هذا الطموح بداخلك نجلة؟ طبعا بعد الحادث يعني كانت يعني مريت بظروف صعبة، خاصة أن أنا فقدت أطراف إيدي اليمنى وأطراف طفلة اثنيناتن، فكانت يعني صدمة لي ولعائلتي. بمرور الأيام يعني كنت صف خامس ابتدائي، إجا مدرب عن طريق يعني أصدقائه زارنا البيت، ومدرب هو اسمه أستاذ حسام، هو اللي اكتشف موهبتي. ويعني كان دخول العالم الرياضة كان صدفة، لأن مزارنا البيت حببني وشجعني على هاي اللعبة يعني خطوة بخطوة. بعدين دربت عند المدرب 6 أشهر متواصلة، درب ببيت المدرب أيضا وكان عنده يعني منضدة، فتمرين متواصل اتمرن وياه بنادي ديالة، والحمد لله بعد 6 أشهر كانت أكو بطولة العراق، والحمد لله قدرت أتغلب على لاعبات دوليات عمرهن رياضي عاد العمر الكلي اللي هو 10 سنوات، وفضل استاذ حسام انا صعدت المنتخب الوطني. كنت تتوقعين تاخذين مركز اول من اول بطوله؟ ممكن كان استاذ حسام يحكي وياك ويقول لك انت بطله وانت راح، بس انت تخيلت كنت تتوقعين انه راح تاخذين؟ لو بس تريدين مثل تشاركين تروحين تطلعين؟ بصراحه من دخلت الرياضه يعني ومن شفت اللاعبين يعني اشخاص من ذوي الاحتياجات يلعبون رياض يعني هاي الرياضه، فهذا الشيء كلش يعني شجعني وخليت هدف ببالي انه اني احقق الميداليه ببطوله العراق، بس ما كنت متوقعه اخذ المركز الاول. ما كنتي تتوقعين؟ شنو ليش ما كنتي تتوقعين؟ لانه فتره انا قبيلك ممكن كانوا بطلات، ممكن صاحبات خبره اكثر. اكيد هنا صاحبات خبره اكثر ومشاركات بطولات دوليه، وانا كان عمري 10 سنوات فيعني وخاصه فتره قليله 6 أشهر، فالحمد لله يعني بعدها شافني رئيس اللجنه الدكتور عقيل تحياتي له، ورئيس الاتحاد استاذ سمير، وال يعني الموجودين، وصعدان المنتخب الوطني. تمام.